لكن في البداية لازم يكون في عناوين مهمة جدا للحلقة، خلينا نروح نشوفها. في ترند الأهلي، الفريق يختتم استعداداته لمواجهة المريخ. الأهلي بقميصه هو التقليدي أمام المريخ. وأخيرا في الترند المحلي، مباراة مصر وجزر القمر على استاد القاهرة. في ماتشات كتير قوي النهارده. نبتدي بكاس مصر. المصري لاعب المنصوره، مباراه كانت قويه في تمام الساعه 2:30 مساء، انتهت بفوز المصري بنتيجه 3-0 وتاهله لدور 16 من بطوله كاس مصر اللي طبعا الاهلي بطلها. النهارده كمان في الدوري الانجليزي في ماتشين مهمين قوي في اطار استكمال هذه الجوله القويه في الحقيقه من هذه البطوله. ويست هام يونايتد مع شيفيلد يونايتد الساعه 8، وتشيلسي مع نيوكاسل يونايتد الساعه 10 بالليل. اما الدوري الاسباني، قادش مع اتلتيك بلباو الساعه 10، الدوري الايطالي هيلاس فيرونا مع بارما الساعه 10 الا ربع، واخيرا الدوري الالماني بايرن ميونخ اقوى فريق في العالم وبطل العالم هيقابل ارمينيا بيلفيلد الساعه 9:30 مساء. المباريات كلها مهمه وقويه في مختلف البطولات سواء المحليه او العالميه. طيب دي كانت اهم الامور مع بدايه حلقه اليوم. عندي توضيح مهم قوي 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 هقوله، وعندي كمان اخبار وتفاصيل كتير جدا جدا، بس كل ده هيكون بعد الفاصل، استنونا.